حقروني قولهم حقروني وداو لي غنم تاعي. بالك الناس هذو كاين الناس محسنين بالك يقدروا يعاونوك، بالك الا شافوا الغنم هذه في بلاصه واحده اخرى ولا منطقه واحده اخرى يبلغوا مصالح الامن. هدر با قول كلمه. شكون هدر؟ قول كلمه. الناس بكره لا حدكم لا حدكم ان شاء الله ان شاء الله. قولوا انا ما نشوفش. ها وريهم خزران، ها وريهم. واه هاولا قديم مكفوف 100% ما عندهش مثل. يا هل ترى هذا الخاين؟ انا تبالي ما عندهش الرحمه في قلبه، خاطر لو كان جا عنده الرحمه في قلبه ما يديش هذا العفسه هذا. هاك هذا وريك هذا وين تربح. هاي لا وراه هيك ما كنت تشوفوا هنايا. ربي هاي لا شوف خلاو كادنا وقطعوا هذه بالسيزاي كما راكم تشوفوا. هاي لا وراي على كيما هكا راك تشوف. هاولا الوالد راه في ازمه، راه في قريب سيمانه هو يبكي ما قدرش. الله غالب قال لك ما عنديش مدخول واحد اخر ونيردهم لي. قال لك هذا اللي داهم ماذا بينا يهديه ربي ويرجعهم، باسكو راه في حاله نفسيه الا كاش ما صرا له ولا غادي هو يتحمل المسؤوليه عند ربي سبحانه. بقول لهم كلمة، قول شي كلمة ما يشوفوا فيك، هدر حاجة اللي في قلبك قولها. فاهم ما تبكيش. هذا حقرني حقرني ربي حقر إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. حقرني إن شاء الله متربى ربي الخير الخير. صار لك حرمك. هذا حرمني شرخ مني وأناني ما نشوف غير وليداتي. يا حقرني إن شاء الله ودالي ضيقي نوكل عبر ربي سبحانه. ربي سبحانه. ربي سبحانه. ربي سبحانه.